متحف الأخبار نيوزيوم يغلق أبوابه في واشنطن بعد أكثر من عقد من الزمن. 10 أعوام وأكثر حاول من خلالها النيوزيوم أن ينقل الزائرين إلى ما وراء الحدث، وعرفهم في معارضه ومقتنياته وصوره على الصحافة ومن يمتهنونها. فيه ترى مخاطر نقل الخبر بمصداقية، وفيه تستمع إلى شهادات مسجلة لصحفيين خاضوا معارك الكلمة في دول شتى حول العالم. وعلى جدرانه صور ضحايا العنف من الصحفيين والذين كان آخرهم جمال خاشقجي. وكل هذه الذكريات والقصص لن تراها هنا مجددا. نحن ننسى الدور الكبير الذي تلعبه الأخبار والصحافة في حياتنا اليومية، لكننا رأينا ذلك التأثير من خلال جولتنا في المتحف. إنه مكان رائع وفيه معارض لجميع الأعمار. إنه أمر محزن بأن الكثير من الناس لن يتمكنوا من زيارته في المستقبل. أشعر بالحزن لأن متحف كهذا سيغلق. لم أكن على علم بالخبر حتى أخبرني موظف الاستعلامات في الفندق حيث أقيم بأن هذه آخر فرصة لنا لكي نزور هذا المكان، لذا أحضرت عائلتي وجئنا اليوم. بموقعه الاستراتيجي على جادة بنسلفانيا وسط واشنطن، كان النيوزيوم شاهدا على كل الفعاليات والتجمعات الأساسية التي شهدها هذا الشارع التاريخي، وبقيت واجهته الخارجية ترفع شعارات حرية الصحافة وذكرت دائما بالمغيبين من الصحفيين. أنا متابع دائم للأخبار، لذا فإن هذا المكان كان على قائمة المتاحف التي أردت زيارتها قبل أن أموت. وعندما سمعت خبر الإغلاق جئت من كندا لأزور نيوزيوم. ما شاهدته في الداخل أبهرني، فما تراه يجعلك تشعر بالتاريخ بطريقة مختلفة. وأعتقد أن مؤسسة كهذه يجب أن تبقى مفتوحة لتثقيف الأجيال القادمة. والحقيقة أنني إلى الآن لا أريد أن أصدق أن هذا المكان سيغلق. النيوزيوم هو متحف خاص، أي غير مملوك من قبل الدولة. وفي تصريحات صحفية أكدت إدارة المتحف بأن الإغلاق يأتي لأسباب مالية، وقد تم بيع المبنى لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية بمبلغ قدره 372 مليون دولار. في الطابور من خلفي تقف آخر المجاميع التي ستسنح لها الفرصة بزيارة متحف نيوزيوم في العاصمة الأمريكية واشنطن قبل إغلاقه بصورة تامة. هذا المتحف شكل علامة فارقة على مطلع جادة بنسلفانيا هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن في العقد الأخير. هذا المتحف وعد بأن تكون بعض مقتنيات هذا المتحف معروضة وممكن زيارتها من قبل العامة في بعض الجامعات والمراكز البحثية في العاصمة الأمريكية واشنطن. علي زبيدي، الحرة، واشنطن.